السلام عليكم. نكمل سلسلة احتراف التعامل مع S7200 بالحديث عن تعديل البرنامج أونلاين أثناء عمل الماكينة Edit in Run Mode، والحديث سيتضمن 3 محاور. في البداية سنتحدث عن ميزات هذه الخاصية والأسباب الداعية لاستخدامها مع ذكر أمثلة واقعية من المعامل لتتضح الصورة، ثم سنذكر خطوات تعديل البرنامج وتحميله على الPLC أثناء العمل، والمحور الثالث سيتضمن بعض الملاحظات في التعامل مع هذه الخاصية مثل التعامل مع إشارات N و P وكذلك حذف Output أثناء العمل وملاحظات أخرى. أهم ميزتين لتعديل البرنامج أونلاين عدم إيقاف المتحكم وبهذا تبقى الآلة في العمل، والميزة الأخرى الحفاظ على القيم في البرنامج دون تغيير. كما ترون هنا أن القيمة العددية للذاكرة VW100 هي 70. سأقوم بعمل داونلود اعتيادي. كما تلاحظون يطلب مني إيقاف الPLC، وهذا يعني بالضرورة إيقاف عمل الماكينة. داونلود، تشغيل الPLC. لاحظوا معي أن القيمة أصبحت 0، وهذا يعني أن أي قيمة في الذاكرة الاعتيادية للPLC ستصبح 0 عند عمل داونلود بالصورة العادية. من ناحية إيقاف العمل فله تأثير كبير على بعض المكاين والخطوط الإنتاجية، فقد تحتوي العملية على عدد من المحركات أو قدرات عالية تتطلب تيار بدء عالي، فإعادة تشغيل مثل هذه المحركات ليست بسيطة، خاصة إذا كانت العملية متسلسلة (Sequence Control) وتتطلب وقتا معينا لتحقيق النتيجة النهائية، أو قد تكون الآلة ضمن خط إنتاجي معين مثل هنا الفيلر ضمن خط إنتاجي قبله نافخة وبعده ليبل ماشين وهكذا. قد يتسبب إيقاف هذا الجزء في اضطراب في العمل، وأنت تحتاج إلى تعديل بسيط، قد يكون مثلا تغيير سنسر من نورمالي أوبن إلى نورمالي كلوز. أما من ناحية تصفير القيم فلو لاحظنا هذه الآلة لها وقت صعود ووقت نزول وتأخير زمني ووقت كبس ووقت رفع المقبس. موائمة هذه القيم ليست بالسهولة، فعند عمل داونلود اعتيادي سنضطر إلى إعادة إدخال جميع البيانات من جديد إن كانت محفوظة أصلا، وهنالك بيانات لا يمكن إعادتها وهي البيانات المحسوبة مثل ساعات التشغيل، عدد القطع المنتجة، عدد مرات التشحيم وغير ذلك من البيانات التي قد يؤدي فقدانها إلى ارتباك في العمل للمشغل أو للمحاسب أو للصيانة، ولهذا نتجه للبرمجة أونلاين. خطوات تعديل البرنامج أونلاين بسيطة عن طريق الذهاب إلى الديبوغ واختيار البروجرام Edit in Run Mode، ولكن أولا يجب خزن التغييرات التي قد أجريناها. إذا كنا قد أجرينا تغييرات كثيرة على البرنامج مثلا أثناء الصيانة يجب خزنها في مكان آخر، لأننا عند عمل الأبلود أو عند عمل الإديت إن ران مود سوف يقوم كما سنرى البرنامج بسحب البروجكت من الPLC فوق هذا البروجكت. عند الذهاب إلى الديباج والبروجرام إديت إن ران مود سوف يطلب منا خزن البرنامج، سوف تظهر لنا هذه النافذة والتي تطلب الأبلود من الPLC. ينتقل البرنامج من الPLC إلى برنامج المايكرون. هذه الإشارة التي تظهر قرب مؤشر الماوس تدل على أننا في حالة الكتابة على البرنامج أونلاين. سنقوم بتعديل على هذا البرنامج، سوف نجعل هذه الإشارة لاتش، نكتفي بنقرة واحدة على زر التشغيل لتشغيل الأوتبوت، ونقوم بتصفير الإشارة بعد الانتهاء من عد المؤشر أو عد التايمر. لو قمنا الآن بتنزيل البرنامج إلى الPLC عن طريق الداونلود نلاحظ أن الأبلود مفقود. نلاحظ أن الداونلود قد تم دون الحاجة إلى إيقاف الPLC وإعادة تشغيله. لو قمنا بمراقبة البرنامج الآن نلاحظ أنه عند الضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة فقط عند النقر عليه نلاحظ أن الأوتبوت مستمر في العمل وسوف يبقى مستمر إلى أن ينتهي التايمر من العمل كما تلاحظون الآن. عند الانتهاء من تحرير البرنامج أونلاين نذهب أيضا إلى الديبوغ ونضغط Program Edit and Run، وبالتالي نكون قد خرجنا من تعديل البرنامج أونلاين. هذه هي الخطوات البسيطة لتعديل البرنامج. هنالك ملاحظات مهمة يجب الانتباه إليها
عند العمل في الـ Edit in Run Mode، فيجب الأخذ بالحسبان أن هامش الخطأ لابد أن يكون صفر، فأي تغيير تقوم به سيأخذ مجراه مباشرة في العمل، فالخطأ قد يؤدي إلى مشكلة في الماكينة أو حادث لا سامح الله، فالأمر جدي. أما من الناحية الفنية، الإخراج الفعال في البرنامج لو قمنا بحذفه من البرنامج سيبقى فعال إلى أن تتم عملية إعادة التشغيل. فلو قمنا هنا بإضافة إخراج آخر مرة أخرى، نذهب إلى البروجرام Edit and Run، فليكن Q0.1. كلا الإخراجين Q0.0 وQ0.1 يعملان سويا سواء بالتفعيل أو بعدم التفعيل. فلو قمنا بتشغيل البرنامج ومراقبة Q0.1، حالة Q0.1، سنقوم أولا بتقليل الزمن إلى 5 ثواني لسرعة المشاهدة. فلو راقبنا البرنامج الآن نلاحظ أن كلا الإخراجين Q0.0 وQ0.1 يعملان معا. سوف نقوم بحذف Q0.1 أثناء العمل، سوف نحتاج إلى وقت أطول أو 20 ثانية. لو قمنا بالتشغيل الآن وحذف Q0.1 وتنزيل البرنامج، نلاحظ أن البرنامج قد تم تحميله إلى الـ PLC. نلاحظ هنا أن Q0.0 أصبحت صفر، ولكن Q0.1 حافظت على قيمتها 1. وعليه فإن الإخراج لو تم حذفه من البرنامج وهو في حالة التفعيل سوف يبقى في حالة التفعيل إلى أن يتم إيقاف عمل الـ PLC وإعادة تشغيله. لو قمنا بإيقاف الـ PLC الآن سوف نذهب إلى الـ Status Chart، وهذه ميزة أخرى للـ Status Chart أنه يمكن متابعة متغيرات غير موجودة في البرنامج أو قيم غير موجودة أصلا في البرنامج ولكنها موجودة أكيد في ذاكرة الـ PLC. لو قمنا بإيقاف العمل وقمنا بإعادة التشغيل نلاحظ أن الـ Q0.1 قد اختفت بعد إعادة تشغيل الـ PLC. الأمر الآخر الذي يجب الانتباه إليه أن أي عملية تتم في بداية التشغيل لا تتفعل إلا بعد إيقاف الـ PLC وإعادة تشغيله أو إعادة توصيله إلى الكهرباء. فإن أي عملية تبدأ باستخدام الـ SM0.1 والذي يكون فعال فقط عند أول سكان سايكل لا تعمل إلا بعد إعادة تشغيل الـ PLC. هذا الأمر نحتاجه كثيرا، فالعديد من الميزات والأدوات تتطلب إعدادات لمرة واحدة، وغالبا في هذا الأمر يتم استخدام الـ SM0.1، فيجب الانتباه إلى ذلك، وإن شاء الله سنتطرق في فيديوهات أخرى عن استخدام الـ SM0.1 وبعض من هذه الأمثلة. أما من ناحية الإشارات النبضية سواء الـ Positive Edge الـ P أو الـ Negative Edge الـ N، فهذه الإشارات تكون فعالة لسكان سايكل واحد، ففي الـ P تكون فعالة فقط عند تفعيل الإدخال لمرة واحدة لسكان سايكل، والـ N تكون فعالة عند انتفاء الشرط أيضا لسكان سايكل واحد. فهذه الإشارات عند تنفيذ البرنامج في الـ PLC تعطى رقما، يجب عند التعامل معها في الـ Edit and Run Mode أن نقوم بإعطاء رقم وأن يكون هذا الرقم غير مكرر. فلو قمنا بإضافة P في هذا المكان نلاحظ بما أننا في الـ Edit and Run Mode يطلب منا رقما لهذه الإشارة، فلو جعلنا هذا الرقم 1 حيث أننا لا نستخدم أي إشارة مماثلة في البرنامج. في البرامج الكبيرة هنالك العديد من هذه الإشارات قد تصل إلى 100 إشارة أو أكثر، فيجب الانتباه إلى استخدام الأرقام الغير مستخدمة. لو قمنا الآن بتنزيل البرنامج إلى الـ PLC نلاحظ أن الداونلود قد اكتمل بنجاح، ولكن ماذا لو قمنا بإضافة إشارة في هذا المكان وجعلناها بنفس الرقم؟ هل سوف يتقبلها الـ PLC؟ لنشاهد ذلك.
انظروا لدينا خطأين في البرنامج، والكونكشن مع البي بي اي ايضا اعطاني خطأين في البرنامج، فلا استطيع تنزيل البرنامج او عمل داونلود الى البي ال سي. الاخطاء هي كما تلاحظون هنا تكرار الرقم في النتورك 1 وفي النتورك 2. لو قمت بتغيير هذا الرقم الان، فقط اقوم بتغييره الى 2، نلاحظ أن عملية الداونلود تمت بنجاح. كان هذا بالنسبة للإديت إن رن مود. في الدرس القادم سنتحدث إن شاء الله عن المقاومات المتغير الداخلية الموجودة في البي ال سي التي تسمى أيضا بالأنالوج أدجستمنت، وكيف نستطيع الاستفادة منها لإدخال قيم متغيرة إلى البي ال سي بسهولة وبدون الحاجة إلى شاشة خارجية من البي ال سي. السلام عليكم.